بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هناخد اول درس في المنهج اللي هو الاديشن اند سبتراكشن اوف انتجرز. عايزين النهارده نطلع عارفين نجمع ونطرح وعارفين ايه هي قواعد الاشارات. هنا عندنا مجموعه كلمات عايزاكم تعرفوها كويس علشان هتساعدكم ان شاء الله في درس النهارده. اول حاجه منهم اللي هو الاد، يعني يجمع، ساين يعني اشاره، موجب يعني بوزيتيف، افقي يعني هوريزونتال، مختلف يعني ديفرنت، المعكوس الجمع يعني اديتيف انفيرس، يطرح يعني سبتراكت، تبادلي يعني كوميوتيتيف، سالب يعني نيجاتيف، فيرتيكال يعني راسي، سيميلر يعني متماثل، اديتيف نيترال يعني المحايد الجمعي. الرول اوف ساينس، قاعده الإشارات. عندي بيقول لي في حالة طبعا rule of science هنا على الجمع والطرح. أول حاجة بيقول لي في حالة لو الإشارات هنا مختلفة وفي حالة لو الإشارات متشابهة. طيب يعني إيه مختلفة؟ يعني عندي في المسألة سالب وموجب، عندي عدد سالب وعدد موجب. طيب هنا متشابهة، يعني أشوف إشارة إشارتين في نفس المسألة، يا إما سالب وسالب يا إما موجب وموجب. تمام كده؟ طيب تعالوا ناخد مثال أكتر يوضح لنا قاعدة الإشارات في حالة لو الإشارات مختلفة. تمام؟ تعالوا لو مثلا هنا قلت لك نيجاتيف 5 بلس 7. هنا الإشارات اختلفت. لو لاحظنا هلاقي إن الرقمين اللي في المسألة عندي واحد الإشارة قبله سالب، الخمسة الفايف اللي موجودة عندي إشارتها إيه؟ سالب، والسيفن تاني رقم موجود عندي في المسألة إشارته بالموجب. فهنا الناتج بتاع العملية اللي موجودة قدامي، العملية الحسابية اللي موجودة قدامي، هنا هطرح وأحط إشارة الرقم الكبير. طيب هنا نيجاتيف 5 بلس 7 هيبقى كام؟ كأني كده بقول له 5 5 5 ناقص 7 يبقى هيساوي كام؟ هيساوي 2. طيب بالنسبة بقى للإشارة، علشان هنا احط قبل الاتنين موجب او سالب، بحطها بناء على ايه؟ بشوف الرقم الكبير اللي موجود عندي في المثال اشارته كانت ايه. طيب هنا الرقم الكبير 7، طب اشارته هنا ايه؟ موجب، فيبقى اذا الناتج هيطلع بالموجب. طيب تعالوا برضو ناخد مثال كمان. لو قلت لك 4 - 9 الأربعة هنا، الفور هنا، الساين بتاعتها إيه؟ هلاقي إن الساين بتاعة الفور موجب، بس إحنا مش شرط إن أنا أكتب موجب، إحنا بيبقى كده عارفين إن هنا دي إشارتها موجب. تمام؟ طيب هنا إشارة الناين كام؟ سالب، يبقى أنا هنا عايز أجمع أو عايز ناتج بوزيتيف فور و ماينس ناين أو نيجاتيف ناين. تمام؟ عايز الناتج بتاع المسألة دي. طيب هنا أنا عندي الأربعة، طالما الإشارات مختلفة يبقى برضو هطرح وأحط إشارة الرقم الكبير. طيب 4 - 9 كام؟ هيقول هيساوي 5. طيب أحط بقى هنا إشارة سالب أو موجب بناء على إيه؟ بناء على الرقم الكبير. طب الرقم الكبير هنا في المسألة كام؟ 9. طب إشارته إيه؟ إشارته سالب، يبقى هيبقى سالب نيجاتيف 5. تمام كده؟ طيب في حالة بقى لما بتبقى عندي هنا الإشارات سيميلر، يعني الإشارات متشابهة. طب تعالوا ناخد مثال على الجزئية دي. لو أنا هنا قلت لك سالب نيجاتيف 5 ماينس 7، انتوا عارفين النيجاتيف والبوزيتيف ده اصلا بيعبر عن ايه في حياتنا العمليه؟ بيعبر عن، لو انا البوزيتيف بيعبر عن المكسب والنيجاتيف بيعبر عن الخساره. طب هنا هو هنا خسر،
5 طالما هنا في نيجاتيف الإشارة اللي هنا قبل ده سالب، فأنا كده خلاص فاهم إن هنا كده دي خسارة، خسر 5 وكمان خسر كام؟ 7. طيب أنا هنا عايز بقى أعرف الناتج، أنا خسرت 5 وخسرت 7، يبقى الناتج هيساوي كام في النهاية خالص؟ هجمع خسارتي بقى على بعضها، يبقى 5 و7 كام؟ هيساوي 12. طيب الإشارة موجب ولا سالب؟ هتبقى سالب. طالما إن الإشارات هي في الرقمين، يبقى إحنا كده قاعدة السيميلر تاني، طالما إن الإشارة واحدة، إشارة الـ 5A سالب أهي قدامنا، وإشارة الـ 7A سالب، طالما إن الإشارة واحدة في الاتنين، يبقى هجمع وأحط الإشارة زي ما هي. طيب لو أنا هنا قلت لك 4 بلس 5 بلس 7 هنا الإشارة الفور كام؟ موجب بوزيتيف، بس احنا هنا مش لازم، انا كده كده عارف ان الإشارة طالما مش سالب خلاص يبقى هي بتبقى موجب، طالما هنا مش حاطة الإشارة نيجاتيف يبقى انا كده فاهم ان الأربعة دي ايه؟ بوزيتيف، يعني رقم موجب، يبقى هنا الإشارة موجب بس احنا مش بنكتبها. طيب 4 بلس 7 هيبقى كام؟ ايكوال كام؟ ايكوال 11. تمام كده؟ تمام. احنا طبعا عندنا طريقتين لعملية الجمع والطرح، طريقة اسمها الهوريزونتال ميثود، يعني انا لو عايز اجمع رقمين هجمعهم بطريقة اسمها الطريقة الافقية، والطريقة الفيرتيكال ميثود اللي هي الطريقة الرأسية. طيب هي ايه الفيرتيكال والهوريزونتال دي؟ الهوريزونتال دي باخدها من شكل المثال، هلاقي في الهوريزونتال ميثود اللي هي الطريقة الافقية هلاقي ان الرقمين موجودين جنب بعض. طيب في الفيرتيكال ميثود هلاقي ان الارقام الاعداد اللي انا عايز اجمعها هلاقيها موجودة تحت بعضها. تمام. طيب بالنسبة للطريقة الهوريزونتال، انا عايز اجمع 12 بلس 24. طيب هنا وانا بجمع اخد بالي كويس جدا من البليس فاليو بتاعت الارقام، يعني ما ينفعش هنا اجمع 4 بلس 1، صح؟ طب ليه ما ينفعش؟ عشان الفور هنا البليس فاليو بتاعتها ايه؟ البليس فاليو بتاعتها الوانز. طيب والوان البليس فاليو بتاعتها ايه؟ بتاعتها البليس فاليو للوان اللي هي ايه؟ التنز. تمام يا شباب. طيب انا هنا سوري انا مش عارفه اتحكم كويس في القلم. طيب هنا يا شباب يبقى انا هنا هجمع الرقم، هنجمع هنا البليس فاليو بتاعت كل رقم مع البليس فاليو اللي زيها. طيب يبقى انا هنا هجمع الفور بلس ايه؟ بلس الوان كده بقى ولا التو؟ اجمعها بلس التو. طيب فور بلس تو كام؟ هيكوال كام؟ ايكوال 6. طيب تو بلس وان ايكوال كام؟ ايكوال 3. دي هي الطريقة الهوريزنتال ميثود. يعني ايه الهوريزنتال تاني؟ يعني الطريقة الأفقية. يعني ايه أفقية؟ يعني بحط الرقمين جنب بعض وأبدأ أجمعهم. طيب في الفيرتيكال ميثود، الفيرتيكال ميثود دي يعني بحط الرقمين اللي أنا عايز أجمعهم تحت بعض وأبدأ أجمعهم. طيب هنا عايز أجمع ايه؟ هجمع 12 بلس ايه؟ بلس 24. زي بقى هجمع ال 2 هجمعها على ال 4 وال 1 هجمعها على ال 2. ليه عملت كده؟ ليه ما جمعتش ال 2 مثلا مع ال 2 اللي زيها؟ لان انا هنا يا شباب عندي بجمع البليس فاليو هنا الاثنين، القيمه المكانيه مكانها هنا فين؟ مكانها في الونس. طيب ايه اللي شبهها تاني مكانه في الونس؟ الفور. يبقى انا بجمع كل حاجه على قصاد الحاجه اللي في نفس المكان بتاعها.